قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. وصلت الشرطة الشعبية ممثلة في المواطنين الذين يستخدمون كاميرات هواتفهم النقالة في توثيق وتصوير الجرائم والأحداث ونقلها على المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكشف هويات وصور المجرمين والمنحرفين وفرحهم عبر الانترنت. هذه المرة قامت صحافة المواطن بكشف شابين قام بسرقة دراجتين ناريتين بولاية عنابة، وانتشرت صور السرقين على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم رأيكم في التعليقات. حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من استعمال الكمامات الإسفنجية أو ما يعرف بكمامات النينجا، كما راسلت وزارة الصحة بهذا الشأن. وبعثت المنظمة برسالة مستعجلة لوزارة الصحة للاستفسار حول مطابقة وفعالية الكمامات الإسفنجية أو ما يعرف بكمامات النينجا. كما أظهرت التحقيقات التي قامت بها المنظمة حول مطابقة تلك الكمامات أنها لا تحمي من فيروس كورونا، وذلك لطبيعتها ونسيجها. وألحت المنظمة عبر صفحتها على الفيسبوك على مصالح وزارة الصحة الرد بتوضيح في هذا الخصوص في أقرب وقت حماية للمستهلكين وتصحيحا للوضع الصحي. أكد وزير النقل أمس السبت أن الموانئ الجزائرية خالية من المواد الخطيرة المهددة لحياة المواطنين. وخلال زيارة العمل التي قادت وزير النقل إلى ميناء الجزائر، أفاد أن القوانين الموجودة تمنع تخزين كل المواد الخطيرة على مستوى الموانئ. وأعطى الوزير هاني تعليمات لإدارة الميناء بالشروع في التخلص من كل صناديق التي تحتوي على مواد منتهية الصلاحية. في حدود الساعة 11:58 ليلا هزة أرضية قوية جدا بلغت شدتها 4.7 درجات على سلم ريشتر. وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل فقد حدد مركزها بعشرة كيلومتر شمال غرب بلدية سيدي غيلاس بولاية تيبازا. هذه الهزة وحسب شهود عيان فقد تم الإحساس بها في كل من عين الدفلة، لمدية، البليدة والجزائر العاصمة وضواحيها. فبعد ميلا ها هي تستمر سلسلة الزلازل المرعبة في الجزائر. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم آراءكم في التعليقات. كشف الدكتور أحمد محمود سلمان عضو فريق البحث بجامعة أكسفورد تفاصيل عملية تطوير لقاح كورونا كوفيد 19. وخلال مكالمة عبر سكايب قال الدكتور أحمد محمود سلمان أن جامعة أكسفورد البريطانية حققت تقدما كبيرا في تطوير لقاح كورونا. كما أشار الدكتور إلى أن 1100 متطوع تم تلقيحهم باللقاح الجاري تطويره ونتائج كانت جيدة. وأوضح عضو فريق البحث بجامعة أكسفورد أن اللقاح تم تجربته على مختلف الأجناس ومختلف التركيبات الجينية لإثبات فعاليته. وأشار الدكتور أن لقاح أكسفورد ستكون تكلفته بين 5 و$7 للجرعة، ويعتبر من أرخص اللقاحات في العالم. وأكد عضو فريق البحث بجامعة أكسفورد أنه سيتم الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح نهاية شهر سبتمبر. وقال الدكتور أن الشركة المنتجة للقاح أسترازينيكا تعاقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية وأربع دول أوروبية. أكد الوزير الأول جراد أمس السبت مواصلة منع إقامة مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم. وجاء في بيان للوزارة الأولى فيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم فستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك. سجلت أمس السبت أعلنت الوزارة الأولى عن فتح الشواطئ أمام المواطنين ابتداء من يوم السبت 15 أوت. كما أقرت الوزارة الأولى في بيان لها عن فتح أماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه السبت المقبل. وحدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والمقاهي والمطاعم، وذلك مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء. ودعا بيان الوزارة الأولى إلى الامتثال لنظام المرافقة الوقائي الذي ستضعه السلطات المحلية، والذي يتضمن ارتداء القناع الواقي إجباريا، احترام التباعد الجسدي بمسافة 1.5 متر على الأقل، وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن، تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات. كما أشار
أشارت الوزارة الأولى إلى قياس درجة حرارة المصطافين مسبقا وعند الإلزامية من قبل عناصر الحماية المدنية على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية، وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف، ويتعين على الولات تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والاسترخاء تدريجيا، وإشعار المواطنين بتواريخ فتح هذه الأماكن. أقلعت صباح أمس السبت طائرة عسكرية محملة بشحنة من المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الصحراوي الشقيق انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك باتجاه تندوف، وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني جاءت هذه العملية في إطار مواصلة العمليات التضامنية بين الجزائر والدول الشقيقة والصديقة، خاصة في ظل الوضعية الصحية الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وتتمثل هذه المساعدات في 31 طن من المواد الغذائية والمعدات الطبية الممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والمديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، وتشكل المساعدات سانحة تجدد من خلالها الجزائر عزمها على تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وتؤكد العملية أيضا على مدى جاهزية الجيش الوطني الشعبي للمساهمة بفعالية في مثل هذه العمليات الإنسانية، يضيف البيان. عبرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن ارتياحها لتلبية ندائها والاستجابة لاقتراحها بعد قرار الفتح المشروط للمقاهي والمطاعم والفنادق بداية من 15 أوت الجاري. وقالت الجمعية في بيان لها بعد إعلان الوزير الأول عن الفتح المشروط للمقاهي والمطاعم والفنادق بداية من 15 أوت القادمة، فإن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تعبر عن ارتياحها لتلبية ندائها والاستجابة لاقتراحها. كما ذكرت الجمعية جميع التجار وأصحاب تلك النشاطات بواجب التقيد بإجراءات الوقاية المعلنة، وهي التباعد الاجتماعي ولبس الأقنعة الواقية وتعقيم المساحات والأجهزة ووسائل العمل واستخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنتين في الفضاءات الداخلية ووضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل ووضع محلول مطهر في متناول الزبائن ومنع استعمال مكيفات الهواء والمراوح. كما دعت الجمعية إلى الالتزام بتلك التدابير حماية لأرواحهم وأرواح زبائنهم، وكذا تجنبا للعقوبات المحددة في إطار القانون والإجراءات الخاصة بالوقاية من كوفيد-19. تم أمس السبت تسجيل هزتين ارتداديتين جديدتين بولاية ميلا، وحسب بيان الحماية المدنية لولاية ميلا فقد تم تسجيل الهزة الأولى على الساعة 1:08 على بعد 3 كيلومتر شرق القرارم بقوة 2.9 درجة، أما الهزة الثانية فقد تم تسجيلها على الساعة 2:04 على بعد 3 كيلومتر شمال غرب القرارم جوجا. وسجلت الحماية المدنية في آخر حصيلة لها تشققات بالأعمدة والجدران ل17 منزلا قديما بحي ميلا القديمة، تشققات بالأعمدة والجدران لخمس منازل إسمنتية بحي قصر الماء. أما بحي الخربة فقد تم تسجيل تشققات بالأعمدة والجدران لأكثر من 58 منزل إسمنتي و25 منزل آيل للسقوط، منزل بخمس طوابق انهيار كلي، انهيار شبه كلي لمنزل بأربع طوابق، تشقق الطريق بمحيط عمراني بمسافة 500 متر بفجوة 15 سنتيمتر. وبحي سيدي بويحي تم تسجيل تشققات بالأعمدة والجدران ل 11 منزل، أما بحي 240 مسكن فقد سجلت مصالح الحماية تشققات للأعمدة والجدران ل 15 منزل وقاع للأفراح بالإضافة إلى انهيار كلي لمنزلين. وفي بومرقة تم إحصاء منزلين مهددين بالانهيار غير مسكونين ومنزلين بهما تشققات بالجدران والأعمدة بكل من شارع القدس وحي عين كشكين. كما خلفت الهزة سقوط الحجارة بالطريق الوطني رقم 27 بلدية حمالة دائرة القرارم وتشققات بالأعمدة والجدران ل 34 منزل بكل من حي السيباري ببلدية حمالة وتشققات بالجدران والأسقف لخمس منازل وعمارتين بدائرة سيدي مروان. وفي دائرة وادي النجاء تم تسجيل 29 منزل به تشققات بكل من بلديات صغاية وأحمد راشدي مع بعض تشققات جدران المنازل والأعمدة بكل من بلدية تلاغمة ترعي بنيان بوحاتم وادي العثمانية شلغوم العيد
فرجيوة عين الملوكة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.